اللهم نور على أهل القبور قبورهم، اللهم اغفر للأحياء ويسر لهم قبورهم. برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تب على التائبين واغفر ذنوب المذنبين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا عدوا للإسلام إلا دمرته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اختم لنا بخير، اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك، وأعذنا من عقوبتك ونيرانك. اللهم تقبل منا الصيام والقيام، اللهم تقبل منا جميعا إنك أنت العزيز الحكيم. اللهم كفر عنا السيئات واغفر لنا الخطيئات. يا أرحم الراحمين، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك.